السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صحت الرواية على الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام في زواج في عدم موافقته لسيدنا علي بن أبي طالب على زواجه على السيدة فاطمة، دي صحيحة ولا؟ نعم نعم صحيحة، لكن معللة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد بلغني أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج ببنت أبي جهل، ألا وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي ويتزوجها كيف يشاء، لكن العلة التي من أجلها منع النبي لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند واحد. انت فهمتي؟ يعني فاطمة أو المرأة ستسب مثلا إذا اختصمت مع فاطمة كضرائر، ممكن تشتم رسول الله تهلك. فيعني الله يسلمك، هذه العلة بينها النبي وقال: إني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد الا ان يطلق ابن ابي طالب ابنتي وتزوج كيف يشاء. الرسول عليه الصلاه والسلام كان متزوج السنه صفيه اللي هو كان ابوها يهودي. صح. وكان برضه كافر. بس مات ابوها، ما عفوا. ايوه كان متزوج. صدقتي كان تزوج بنت حيي بن اخطب، صفيه بنت حيي بن اخطب. صح حصل. بس هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ، هو سيد ولد آدم معصوم عليه الصلاة والسلام. لا هو أنا بنت، بس كانت هي بتسأل على إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حبش إنه يخلي فاطمة بحضرتك، قلت طبعا وعالجتها، في حين إن هو يعني هي أسلمت ومسلمة وبرضه سيدنا رسول الله تزوج من بنت يهودي. انا بقول لك يعني عفوا، اذا تزوج اذا يعني منع الرسول عليه من الزواج بنت ابي جهل، اذا بنت ابي جهل تغاضبت مع فاطمه وسبت فاطمه بابيها، تكفر ولا ما تكفرش؟ تكفر بياء. بس ورد انها تسب فاطمه بابيها كضرائر، فالرسول يحافظ عليها ايضا. الرسول يحافظ عليها، والا فالرسول قبل اسلامها وقبل اسلام اخيها عكرمه بن ابي جهل، قبل اسلامهم، لكن ايضا يحافظ عليها. طيب انا بنتي بقى بتسال في سؤال بعد اذنك عم الشيخ، ان هي لو طلبت من ابوها ان زوجها اللي هو يتقدم لها ده ما يتزوجش عليها، يعني الكلام باختصار يحل ولا لا يحل؟ طيب اصبر عليا. الكلام باختصار، هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها؟ نعم يجوز لها ذلك، لكن بعد ذلك إذا فرض أن تزوج وهي أرادت أن تطلق، تطلق وتأخذ كل حقوقها. يعني يجوز للمرأة أن تقول ذلك: أنا لا أتحمل. تجوز لها أن تقول: أنا لا أتحمل أن تأتي علي ضرة، فاكتب لي في العقد أنك لا تتزوج علي، إن تزوجت علي فسأكون طالقا، وحينئذ أو طلقني إذا تلزم بتطليقي إذا تزوجت علي، فستكون حينئذ تأخذ كافة حقوقها ولن تكون مختلعة. وافق. الله يسلمك، ربنا يعزك وإياك يا حبيبتي. السلام عليكم.